ماذا عن فتوح؟ شوف السؤال سهل اهو. سهل جدا. هو فتوح مكمل مش مكمل؟ هيقعد ولا مش هيقعد؟ دايما يقول لك ايه الزمالك قعد او يعني محبين للزمالك قعدوا مع فتوح عشان تجديد التعاقد. لا الزمالك مصمم مش هيرجع فتوح. لا فتوح اصله هيروح الاهلي فلا خليه. حكايه فتوح ايه دلوقتي بقى؟ طيب الابديت فتوح هقول لك فتوح فيما يخص موضوع التجديد مع الزمالك حتى الان مقفول. مقفول تماما. حتى بتدخل وسطاء اللي هم خلينا نقول بالاسماء استاذ ممدوح عباس واستاذ عمرو الجنايني، وتحديدا استاذ عمرو الجنايني قال لهم سيبوا لي الملف انا هحاول ان انا اتكلم مع فتوح. الراجل ما رجعش لاداره الزمالك بان هو توصل للاتفاق مع يعني هو مقفول من عند فتوح ومقفول من الزمالك كاداره لكن يتفتح امتى؟ يتفتح لو فتوح اللي طلب. يعني فتوح يطلب يرجع يقول للاداره انا هعتذر و تحت امركم في اي حاجه، فوقتها الموضوع يتفتح. لكن من ناحيه الطرفين سواء فتوح او اداره نادي الزمالك الموضوع مقفول تماما. من اخر جلسه جمعت اداره الزمالك بفتوح اللي هي كانت بتاريخ 4/11، دي كانت اخر جلسه، انا بقول لك بالتاريخ اهو 4/11، دي كانت اخر جلسه جمعت اداره الزمالك مع فتوح للتجديد، ووقتها ما حصلش اتفاق. من هذا اليوم ما فيش اي اتصالات جمعت مسؤول من نادي الزمالك بفتوح ولا حتى باحمد يحيى وكيل فتوح، فالموضوع مقفول. لكن احنا قدام حقيقه واحده وهي ان خلال بعد 10 ايام الثلاث لعيبه هينزلوا التمرين، فتوح محمد صبحي ومصطفى الزناري، الثلاثه هيكون الشهر الايقاف انتهى فهينزلوا التمرين. وقت بقى ما ينزلوا التمرين لو هيدخلوا مباراه ممكن شويه الموضوع ايه يبقى فيه خدوهات اللعيبه شويه نفسيا هتكون يعني. طب هل الزمالك وصلوا عروض لفتوح؟ فتوح الاثنين التانيين لا، يعني ما وصلش الصبح وما وصلش للزناري. فتوح وصل له عرض واحد وهو كان من نادي احد، حصل كلام مع نادي الزمالك اتعرض $1,000,000، نادي الزمالك رفض $1,000,000 وطلب ان العرض يوصل ل $2,000,000 او على الاقل $1,500,000. هم شايفين ان يستفيدوا ماديا من بيع فتوح. نادي احد ما ردش على الزمالك في زياده المقابل المادي يعني للصفقه، وبالتالي الموضوع وقف ما حصلش فيه جديد. لكن غير كده ما فيش اي عروض على الاطلاق. هل موضوع الاهلي اتقفل؟ بص موضوع الاهلي فيه شقين يعني لا يفتى طبعا. يعني اتفضل هرجع لحسين تاني. بس في نقطتين، نقطه من ناحيه النادي الاهلي ان في راي جوه النادي الاهلي متحفظ شويه على صفقه فتوح نظرا لسلوك اللاعب خارج الملعب وفكره ان هو موجود مع امام مع كهربا، الثلاثه هيبقى فيه كده شله مش محببه جوه النادي يعني للاداره ولجنه التخطيط. والراي الثاني اللي انا عارفه ان في وسطاء ومقربين من مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس اداره النادي الاهلي بيقول في ظل العلاقات الجيده ما بينكم والفتره اللي جايه بتسعوا ان يبقى في زيارات متبادله يا الاهلي ينسحب من الصفقه تماما. هل ده ممكن يحصل؟ يعني في بعض الوسطاء كده ما بين الناديين بيحاولوا يقربوا وجهات النظر في القصه دي على غرار ما حدث مع نادي زد ان هو اعلن بشكل رسمي انسحابه من صفقه فتوح.